السلام عليكم. اليوم راح نحكي عن مرض بصيب رئتين الخيول اسمه Equine Multinodular Pulmonary Fibrosis، اللي هو شكل من أشكال تليف الرئتين. في هذا المرض الخيل بيكون عنده مشاكل بالتنفس مثل ضيق نفس ومحاولة تنفس سريع. ولو صار وعملت تشريح للخيل بتتمنى انك تشوف الرئتين بهذا الشكل، اللي هو شكل الرئتين الطبيعي، لونها وردي فاتح، سطحها املس وملمسها اسفنجي. لكن في هذا المرض الرئتين بيكون شكلها مختلف تماما. بنلاقي انه على سطحها مجموعة من النوديولز، احجامها متراوحة بين صغير تقريبا نص سنتيمتر لحجم كبير ممكن توصل 5 سنتيمتر، واحيانا كمان بتلتحم مع بعضها البعض وبتساوي احجام اكبر، لونها بيكون ابيض لتان وبتلاقيها منتشرة بكل الرئتين. وهذا له دلالة مهمة انه انتشار هاي العقد مرتبط باحد الشبكات، سواء شبكة المجاري التنفسية او شبكة الاوعية الدموية، لكن وجودها على سطح الرئتين هذا له دلالة انها مرتبطة في الاوعية الدموية اكثر من المجاري التنفسية، لانه المجاري التنفسية ما بتوصل لسطح الرئتين بهذا الشكل. ولو اخذنا مقطع عرضي من الرئتين بتلاحظ انه اغلب الرئتين مصابة بهذا المرض. قبل ما احكي لكم عن شكل المرض هذا تحت الميكروسكوب، خلينا نحكي عن شكل الرئتين الطبيعي تحت الميكروسكوب. اللي شايفينه بالنص هذا اسمه برونكيول، اللي هي اخر تشعبات القصب الهوائية، فالهواء بيفوت من الانف للقصب الهوائية بعدين بتشعب جوا الرئتين لحد ما يوصل للبرونكيول. البرونكيولز بتفتح بالاخير على الحويصلات الهوائية اللي فيها بيصير تبادل الاكسجين وثاني اكسيد الكربون بين الهواء المستنشق والدم عن طريق جدار الحويصلات الهوائية. هذا الجدار يحتوي على شعيرات دموية تسمح لتبادل الاكسجين بين الدم والهواء المتنفس. هلأ خلينا نشوف مع بعض شكل الرئتين المصابة. أول شيء بنلاحظه أنه أكثر من 3/4 شريحة الرئة اللي عم نفحصها هون مستبدلة بمجموعة من عقد متفرقة، وأحيانا بيكونوا ملتحمين مع بعضهم البعض. لما بنكبر الصورة ونتفرج على الرئتين لاحظ هون الشكل اللي احنا شفناه اللي هو أقرب للشكل الطبيعي للحويصلات الهوائية، لكن في هاي المنطقة في هاي العقد بنلاقي أنه الجدار تاع الحويصلات متوسع، وهذا التوسع بسبب تضاعف نوع من الخلايا اللي هي بسموها فايبروبلاست، اللي هي هاي الخلايا المطاولة هون، بالإضافة إلى حزم من الكولاجين اللي زي ما احنا شايفينه هذا هون، وكلهم في بينهم خليط من خلايا الليمفاوية اللي هي خلايا الالتهاب وخلايا بالعة لتنظيف مكان الالتهاب. النقطة الثانية انه بتلاقي جدار الحويصلة بدل ما يكون في طبقة الخلايا الرقيقة جدا اللي حكينا عنها تايب 1 نيموسايت، بتلاقي في خلايا تقريبا شكلها مربعي، وهذا النوع من الخلايا بسموه تايب 2 نيموسايتس، اللي هي دائما بتحل محل تايب 1 نيموسايت لما يصير في خلل في الحويصلات الهوائية. داخل الحويصلة نفسها بدل ما تكون فاضية وفيها بس الهواء المستنشق بتلاقي فيها مجموعة من الخلايا الميتة بسبب الالتهاب اللي عم بيصير في الرئتين، وهذا الالتهاب بيتكون من خلايا بالعادة بتكون اسمها نيوتروفيلز و alveolar macrophages. إذا مندقق كتير نادرا منلاقي بعض الخلايا فيها إشي بسموه intranuclear inclusion bodies زي ما احنا شايفين هون داخل النواة، شكلهم بيشبه الانكلوجين bodies لنوع من أنواع الفيروسات بسموه herpes virus. وهذا بوصلنا لنهاية النقاش في هذا المرض. هذا المرض equine multinodular pulmonary fibrosis هو مرض مرتبط بفيروس اسمه equine herpes virus 5 التابع لعائلة gamma herpes viruses، وفي مرض مطابق له تماما في الحمير أجلكم الله وسببه Asinine Herpes Virus 4 أو Asinine Herpes Virus 5. في الإنسان في فيروس برضو من نفس العائلة اللي هي الجاما هيربيس فيروسس اسمه كابوسي ساركوما فيروس، وبالعادة بيصيب الناس اللي بيكون معهم ضعف في المناعة زي مرضى الإيدز وبيسبب تليف في الرئتين نفس الشيء. وأخيرا قرود التجارب فيها فيروس من نفس العائلة الجاما هيربيس فيروسس اسمه ريتروبيريتونيال فايبروماتوسيس هيربيس فيروس بسبب تليف مشابه لكن عند الأمعاء. الكلاب عندها نفس المرض في الرئتين لكن السبب غير معروف، ولذلك بسموه إيديوباثيك يعني مجهول السبب. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. هذا الفيديو مبسط جدا لتقريب المعاني وتسهيل الفهم، لكن بنصح الجميع بمشاهدة نفس الفيديو بالإنجليزي لأنه بستخدم فيه الطريقة التعليمية والطبية المتعارف عليها بأمريكا، وخصوصا الطلاب والباحثين المهتمين بتعلم المصطلحات الإنجليزية. وشكرا للجوينت باثولوجي سنتر لأنه وفر لي صور الباثولوجي هاي عشان أقدر أشارككم فيها. إذا أي حد عنده أي سؤال سواء عن الفيروس أو عن الرئتين أو عنده أي نصيحة كيف إنه نحسن من جودة هاي الفيديوهات، برجو إنه يحطها في الكومنتس وإن شاء الله بقرأها وبجيب عليها. وإذا عجبكم هذا الفيديو تعملوا لايك وشير وتشتركوا بالقناة عشان إن شاء الله يوصلكم الفيديوهات الجديدة، وإن شاء الله نراكم قريبا في الفيديو القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.